مهن الصيدلة من المهن القديمة جدا، تواجدت فكانت هذه المهنة مقترنة بمهنة الطب والتمريض والكيمياء. مهنة الصيدلة عن المهن الأخرى انفصال تخصص ومهام فقط، ولكن في نفس الوقت أن هذه المهنة تشتغل. فالمهنة علم الصيدلة بدأ بدايات بسيطة كغيره من العلوم، ثم تطور وتشاهد الصيدلانية المتعلقة أو لها علاقة بمنظمة الصحة الصيدلي في المنظومة الصحية. هذه المهام هي التوعية الصحية، فالصيدلي له دور مهم للمريض. كلما زادت هذه التوعية زاد الوعي الصحي بالدواء. الدواء مادة كيميائية. لا الله أكبر. كيف حافظة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الصيدلاني عبد السلام قلال من مستشفى غدامس. فاليوم يوم 25/9 يصادف اليوم العالمي لذكرى الاحتفال العالمي ليوم الصيدلة. وفي كل سنة من هذا اليوم فيحتفل الصيادلة في جميع دول العالم وفي عديد من مدن دولتنا الحبيبة ليبيا، فيحتفل بهذا اليوم. ومن أهداف هذا اليوم هو إبراز الدور الصيدلي في الرعاية الصحية وفي المنظومة الصحية، ومن أبرزها هو التوعية الصحية باعتبار أن الأدوية مواد سامة ومواد كيميائية، استعمال خاطئ لها قد يسبب في أضرار ويسبب تسمم وأحيانا حتى وفاة. وفي هذا اليوم ألقيت عديد محاضرات توعوية في استخدام المضادات الحيوية واستخدام المسكنات، وأيضا ألقيت محاضرات في طرق تخزين الأدوية لعديد أصناف الأدوية وطرق حفظها واستعمالها.